ازاي تعمل جليتش الاختفاء الجديد في ماب عاركني بالبناء او اي ماب كرياتيف تاني؟ الجليتش ده سهل جدا وطبعا هيفيد المناوب اللي بتنجلد دايما. الجليتش فيه مميزات كتير، فلو كنت من محبين التخريب على الناس في الكرياتيف لازم تجرب الجليتش ده بسرعة. علشان تعمل الجليتش، اول ما تنزل ساحة الكرياتيف دور على الماب اللي هتخرب فيه وادخل جوه. اول ما تدخل هتعمل علامة او مارك في مكان فاضي بنفس الشكل، بعدين تعمل العودة الى المركز او باك تو هاب. بعد ما ترجع ساحة الكرياتيف تاني هتدور على ماب فاضي وتحط فيه كود ماب الجليتش اللي قدامك ده. لما يحمل معاك ادخل جوه الماب على طول. اول ما تدخل الماب ما تنساش تستخدم كود الشوب اول حاجه، بعدين هتروح عند الحمام الموجود هنا وتدخل جوه. اول ما تدخل هتلاقي نفسك اختفيت بنفس الطريقه. دلوقتي وانت مختفي روح عند العلامه اللي حطيتها في الماب اللي هتخرب فيه. اول ما توصل عند الماب وتعدي الحاجز الاصفر ده بنفس الطريقه، اضغط على بدء اللعبه او ستارت جيم. اول ما الجيم يبدا معاك هتلاقي الجليتش اشتغل بنفس الطريقه من غير مشاكل.